ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. وينهم وين راح أبو الدواهي والمشاكل؟ انت عايز مين يا حاج؟ وين راح الملوص؟ صل على النبي. صلينا على النبي وسكتنا عنه واجد، بس هو ما يجوز عن سوالفه. عبد الصبور ويا المدير. انا رايح له. 4 يا ادمي سيني. يا ادمي سيني؟ يا اتش ادمي بابا. ايه انا اتش ادمي. أنا صاحب مشاكل، احترم نفسك لو سمحت. هذا باقني وباق إخواني، هذا واحد ملوص. هو في إيه يا أحمد؟ أنت ما تعرف عبد الصبور، هذه حركة من حركاته. بس أبو سلمان موظف كويس وقاعدين في الشركة يا أحمد. كويس على قولتك يا مصطفى، هذه ما تنفع في قانون عبد الصبور. أنت ما تعرف أبو محمد أصله من منطقة ومن عائلة، وهذا يعتبر من الأعراق السامية عند سماحة مساعد المدير. كده يعني يا أحمد. شلناه من جذوره، ما عليك. يعني خلاص فنشوه؟ ما حد فنشه، هو قال مو عاجب انه الوضع، قلنا له مع السلامة. وبيحطون من مكانه؟ اليوم عندنا مقابلات، نشوف لنا واحد هاد، واحد من أصل وفصل. بن عمي، ايش اخبار الوالدة؟ والله الوالدة يا ابن عمي تسأل عنك، من توفى الوالدة الله يرحمه الى يومك هذا لا مريت لا سألت. مشاغل. المهم بن عمي، قول يا ابن عمي. عندنا موظف مصرف الشركة يكره المدير الهندي، لو على هالفهامة اللي عنده وهالكره كان طور نفسه. ها فهمتك يا ابن عمي، فقاموس بن عمي ما يستوي الاجنبي والعربي صح؟ صح صح، انت العربي وانت ابن عمي وانت الاولى. الله يخليك يا ابن عمي والنعم فيك، بس خلاص يا ابن عمي ان شاء الله انا بكره بتصل فيك. وهلا هلا يا ابن عمي، هلا هلا. عندي طال عمرك درجة علمية في برمجة الكمبيوتر، وعندي درجة علمية في الموارد البشرية،
وعندي شهادة. أوكي أوكي سوري سوري اللي ما قلت لي أنت شنو لقب عائلتكم؟ لقب عائلتنا مو مشكلة مو مشكلة، تقدر تتوكل على الله ونتصل فيك. توكل على الله. حالتنا حالات وطبخ غدا ملح وماي وشبيلة. سوي الغدا سوي الغدا عدل أحسن. علاش زينة 20 سنة الحين احنا وياك، وين اروح اروح على المطاعم ما في شدة. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله استاذ احمد، انت ازيك؟ عامل ايه؟ وازاي العيال بتاعك؟ الحمد لله مستورة، نسأل عنكم بس. أقول لك إيه يا أستاذ أحمد، شفت الخرنق عامل إزاي؟ زي ما قلت خرنق. إيه الناس التعبانة دي؟ حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ هل ابن عمي؟ وش صار عن موضوعي يا ابن عمي؟ صار كل خير. يعني اطمن؟ افا عليك، شلنا الغريب، والمثل يقول انا واخوي على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. بس ها ابن عمي، ما وصيت، ما بي احد يعرف انك ابن عمي. أقول سمعتك تقول خرنق، مرة ثانية إن قلتها بخرق أذونك. الله، وسمعنا إزاي؟ والله بلواه ما يشيله. من عاد دي اللي ما يشيله؟ ما غيره عبد الصبور. انت للحين صابر عليه؟ الله يهداك بس. حايمه في كبدي، الحركه اللي سواها قطع رزقي فيها. انت احمد ربك محصل شغله احسن من اول. بس حايمه تدري؟ ادري وش بتقول. هذا اذا صابر ركب السيكل. عبد الصبور بيوز عن سوالفه. ابو محمد بس حايمه. اها قدامي، يلا خل نروح نضرب على الباكر. ما يبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ الأستاذ عبد الغني. اهلا يا استاذ، انت منور والشركه نورت النهارده. الشركه شركتك والمكتب مكتبك يا استاذ. بص حضرتك، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ بس عاد بس كل مطالب كل مطالب. وش فيكم انتم واقفين هنا؟ عاد شنو اكو عليكم البراري؟ يلا روح روح فدل فروحه. يلا روحوا. آخر لكم مرة تجون هنا، والله إذا جيتم مرة ثانية ببطل طائراتكم. صدق يا مصطفى، معظم الأمراض الوراثية المنتشرة بسبب زواج الأقارب. المفروض الزواج يصير من عوائل مختلفة وحتى من بلدان مختلفة. أحسنت يا دكتور أحمد، مش كده يا أستاذ عبد الغني؟ شنو صح وشنو هالخرابيط؟ تأخذ واحدة منك وفيك أصل وفصل. إذا كنت أنا من أحسن عائلة أخذ وبس،
اخذ منها عائله، وثانيا الاطباء اللي سمعونهم كل واحد يخربط ما تدري من وين يجيبون الحج. وهذا المرض اللي قلت عنه كله بسبب الاكل، بس تبلمون تبلمون تبلمون. واسالني انا، والمثل يقول اسال مجرب ولا تسال طبيب، خصوصا اذا كان الطبيب من الديره اللي خبرك فيها. لا يا اخوك كلامك مو صح، كل التقارير تقول ان زواج الاقارب مو صحي. احسن يا دكتور احمد. والمثل يقول الاقارب عقارب. شنو هالخرابيط؟ وثانيا مو كل مثل سمعه هو صح. ايوه يا استاذ عبد الصبور، انا اتفق معاك على الكلام اللي قلته ده كله. اه الو، السلام عليكم. اخوي معاك عبد الغني من شركة آسيا للمواد الغذائية. حالتنا حالة، انا على حزة الريوق حد يطلع، ما ادري وين راحت. تقولوا لي يعني متزوجه متزوج مره، ما ادري احد يخلي ولادي كذي، وش فيش؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انا على مو متزوج. تعالوا دوروها. هلا ابن عمي. يا هلا ومرحبا. وش اخبار؟ بخير. ابن عمك بسالك، هذا جاركم وش سالفته؟ كل ما امر على بيتهم اسمعه يصارخ، ولا مره مريت ما سمعته يصارخ. زين ما يسوي، وهذا الصح. اقول لك يا ابن عمي على طول. ها اسمع 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 اسمع. ايه ايه سمعته. اقول لك هذا الصح علشان ما تخاف منه. اه كأني فهمتك يا ابن عمي، فهمتك. بس يا ترى هالمرة وايش الحكمة؟ الحكمة تقول لا تخاف الا من الساكت. ذيب ذيب يا ابن عمي ذيب. ما يهرو العبث. تعالي مكتب. ايه دراو سكي باب. جي سوهان لال. حبيبي هذه في كاستمر في واجد تأخير ما يدفع فلوس مال شركة. ليش؟ ني معلوم. انت لازم يجود هذه فايل يشيك بيبر بيبر واحد واحد. نو بروبلم. ها؟ نو بروبلم. لازم يشوف ليش ما يدفع هذه. إذا ما في يدفع أنا يسوي إجراء قانوني، سوي فيه كول. جود هذه فايل. يلا روحي. الو اخوك. هلا اخوك. كلمني سوهان. اي سوهان؟ سوهان لال الدين بابو المدير مالنا. قال لي كلم هادي نفر، اذا ما يجيب فلوس ودي داخل سجن. قول لي انا اخوك. اخوك موضوعك بيتحول على الشؤون القانونيه. زين وعبد الصبور ولد العم وش يقول؟ أنا من وين أجيب المبلغ؟ المبلغ كبير. من وين أدبر عليك؟ والحال؟ الحال عندك. إيه ما عليه. تصرف تصرف خوك. ما عليه بتصرف أنا. خير يلا 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 على خير على خير. عبد الغني تعال بيك. Thank you.
ايش عندك داخل طالع على المدير؟ وش صاير يا ابن عمي؟ لا تفضحنا، لا تقول هني ابن عمي. وش تباني اقول لك؟ عبد الصبور. عبد الصبور، عبد الغفور اللي يعجبك. عبد الصبور يا ابن عمي، وش صاير؟ لا تقول ابن عمي. ليش يعني؟ اسمع كلامي ومالك شغل، وهالروحات وهالجيات للمدير بدون علمي ما بيه، ولا عاد اشوفك حامل دفاتر ارصده، لان الارصده شغلتي في هالشركه، فهمت؟ فهمت يا ابن عمي. شلون تقول ابن عمي؟ عبد الصبور. اي عبد الصبور. فهمت يا عبد الصبور. عبد الصبور. شلون يا ابن عمي؟ هذا ما يسوى تساعده، ما يستاهل، لأن من قبل خدمته فكذا شغله وما شفت منه إلا الشر. والمثل يقول خيرا تفعل شرا تلقى. خلي ولي. تعالي مكتب. حبيبي هادي كاستمر يعطي انت فلوس كاش وانت يعطي رصيد بعد. لا 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 ما يدفع. شنو ما يدفع؟ هادي في رصيد بابا، في خدم مال انت، توكيه مال انت. اسمع يا عبد الغني، عندي دفتر ارصد في مكتبي وانت تعرف مكانه، موقعنه ومختوم، واي زبون تبيعه بدون ما حد يدري تعطيه من نفس الارصدة، مفهوم؟ شدي تسوي فيني يا الخاين؟ والله منك نتعلم. أنا اللي جبتك هني ورزيتك. لا تقعد تسوي فيها صاحب فضل، هذا نصيبك. أنا ما أقدر أخلي أخوي يدخل السجن. المثل يقول أنا وأخوي على ود عمي، وأنت ود عمي، ما أنت أخوي. هذا موضوع لازم نروح محكمة، وأنت نايم أنت فنش. تعالي جيب فايل مال انا مني. يلا روحي. وانت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ دي نهاية كل خرونج، ننتظر نهاية الخرونج الثاني. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. جمال عمرك سفر
الألوان لكل قصة أثار تمهل في النظار تأمل في العبار هاي الدنيا ألوان سمعك والبصر في ليل السحر لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان.